أهلا بكم في حلقة جديدة من القاهرة ومتابعة لأهم الأحداث السياسية على الساحة المحلية والعربية والعالمية. لدينا كالمعتاد في بداية هذه الحلقة جولة إخبارية نتابع فيها أهم الأخبار كما تعودنا، ومن بعدها نتوقف مع موضوعين حواريين. الموضوع الأول يتعلق بمبادرة كتف بكتف وأهمية هذه المبادرة التي تجسد تكاتف عمل المجتمع المدني من أجل خدمة الطبقات الأكثر احتياجا في مصر. الموضوع الآخر يتعلق بخطورة الذكاء الاصطناعي بعد التحذير الذي أطلقه إيلون ماسك مطالبا بوقف هذا السباق المحموم في مجال الذكاء الاصطناعي بعدما أسماه خطر كبير على البشرية. نبدأ بجولتنا الإخبارية المعتادة، والبداية من تأكيد الرئيس السيسي على حرص مصر على تعاونها مع العراق في جميع المجالات، وذلك خلال استقباله للسيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي. ووجه الرئيس السيسي في سياق آخر على صياغة مسار تنموي في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسفير أحمد الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقي طالبا نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس عبد اللطيف رشيد والسيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء، ومؤكدا ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خاصة في ظل قوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة. من جانبه نقل السيد محمد الحلبوسي إلى السيد الرئيس تحيات شقيقه رئيس العراق ورئيس الوزراء، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطها بمصر، ومثمنا دورها في استعادة الاستقرار بالعراق ومساهمتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني والاستفادة من الخبرات المصرية في التنمية وبناء مؤسسات الدولة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات لا سيما على المستوى البرلماني، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد محمود توفيق وزير الداخلية والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ولواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ولواء أركان حرب السيد حرحور مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية. الاجتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في سيناء التي تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات التي تمثل ميزة نسبية للمنطقة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه خلال الاجتماع بأن تهدف جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بهدف دعم المجتمع السيناوي على كافة الأصعدة، وذلك بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء تطلعه لتعزيز التعاون مع البرلمان العراقي في كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين في إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية وأهداف مشتركة. وتطرق اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الجهات المعنية في البلدين لعقد اجتماعات اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة في القاهرة، معربا عن تطلعه لخروج اللجنة بنتائج تسهم في دفع العلاقات المشتركة. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وللجهود التي يبذلها في حربه ضد الإرهاب. كذلك خلال استقبال شكري لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وأكد شكري أهمية دور المجالس النيابية في توطيد العلاقات بين مصر والعراق، مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بدفع التعاون مع العراق إلى أرحب الآفاق. كما أثنى شكري على التطور الملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن. وافق مجلس النواب خلال جلسات اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة الأرصاد الجوية، ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها هيئة الأرصاد الجوية. يعد مجال الأرصاد الجوية مجالا خصبا لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو هدف تسعى إليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وعلى ذلك جاءت مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بالأرصاد الجوية، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الاقتصاد الوطني. كما يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية الأساسية وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية وبما يرتقي بجودتها، هذا إلى جانب تشجيع حركة البحث العلمي في هذا المجال وبما يكفل تمويلها ذاتيا، وكذا ضبط أطر التعامل في خدمة الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كان قد تم إنشاؤها والعمل بها بقرار جمهوري سنة 1971، ولم يصدر بشأنها مرسوم بقانون. ولما أكدت اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية التابعة لجامعة الدول العربية على ضرورة استصدار تشريع قانوني للأرصاد الجوية بكل دولة كانت الحاجة لاستصدار هذا القانون، المجلس وافق على مجموع مواد مشروع هذا القانون وأرجى أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة. حوكمة البنية المؤسسية وتهيئة بيئة تشريعية مواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية بشكل مناسب جميعها أسباب، دعت الحكومة للتقدم بمشروع قانون لتنظيم هيئة الأرصاد الجوية، ومن ثم جاءت موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون الذي يهدف كذلك إلى الحفاظ على مقدرات الدولة ودعم الاقتصاد الوطني. المجلس النواب محمود إسماعيل، النيل. وفي إطار مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة، تواصل المراكز الطبية بمحافظات مصر المختلفة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج لاستخراج الشهادات الطبية المؤهلة للزواج والتي تصبح سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الفحص. في إطار مبادرة الرئيس 100 مليون صحة لفحص المقبلين على الزواج، تم إجراء فحص طبي ل 84 ألف من راغب الزواج خلال 30 يوما، تم إصدار خلالها 58 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة للمقبلين على الزواج سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها بالمراكز الطبية المنوطة بعملية الفحص الطبي على مدار الساعة. بيتم أخذ عينة الدم وبيتم توقيع الكشف الطبي عليهم، سواء ضغط والسكر والفيروسات زي فيروس بي وفيروس سي وفيروس نقص المناعة المكتسبة، كمان بنشوف أمراض الدم زي اللوكيميا والسيكل سيل أنيميا. الحقيقة الشهادة بتصدر في خلال 4 أو 5 أيام، يمكن كانت في بداية الضغط كانت بتقعد 14 أو 15 يوم، إنما الوقت 4 أو 5 أيام. معدل محافظة الشرقية اليومي
الحقيقة حوالي من 220 ل 250 تذكرة فحص يومي، إنما المعدل بدأ يزيد. طبعا عندنا ارتفع المعدل من 250 ل 350 من أمس. كل واحد عارف مكانه وعارف شغله والالتزام موجود، المواطن بيجي بيتلقى الخدمة وبيعمل التحاليل، وطبعا في دكتورة بتقدم له المشورة لو في أي مشاكل في أي حاجة بنحوله المستشفى بياخد علاج مجانا. المقبلون على الزواج أكدوا على أهمية تلك المبادرة الفاعلة للاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض للوقاية من مضاعفاتها وسط إجراءات احترازية غير عادية. خلال 14 يوم حد أقصى هيجي له رسالة، أول ما تجي له رسالة هتيجي، ولكن الرسالة ما بتقعدش 14 يوم، دي بتقعد يومين أو ثلاثة، لأن بنبعت على المعمل المركزي في القاهرة. خلال يومين أو ثلاثة أو أول ما بيجي له رسالة بيجي يستلم، ولازم هو اللي يجي يستلم الشهادة بتاعته وتحليل الثلاسيميا بتاعته. كل مواطن ومواطن له شكاكة خاصة بيه، وبعد كده بتتغير بتتخلص منها بطريقة آمنة في السيفتي بوكس بتاعها. كل واحد له شريط، والشريط ديت سداسي فيروسي بنكتب عليه اسمه. لا قدر الله في اي حاجه يقدر يتعالج منها، يعني عشان بعد كده مش نضطر مثلا في حمله في حاجه يحصل عمليه اجهاض ولا اي حاجه، لا واحد يطمن على نفسه قبل الموضوع الجواز يعني وكده. الفحص الطبي للمقبلين على الزواج واحده من المبادرات الفاعله التي تحرص عليها الدوله المصريه لتوفير بيئه صحيه قادره على خلق جيل قادر على العطاء. محمد حلمي، النيل. أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية وإدارية تسهم في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات المقدمة، وتمثل بداية لعصر جديد من العمل الحكومي. كذلك خلال مباشرة وزير الطيران المدني لسير العمل وإجراءات انتقال العاملين بالوزارة إلى المقر الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الجديدة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وجه أيضا بمواصلة العمل على تطوير الأداء ومواكبة التطورات الحديثة بما يليق بالجمهورية الجديدة والطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في الفترة الحالية. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت حققت حجم تعاقدات غير مسبوق لتنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها خلال عام 2022 بقيمة 123.5 مليار جنيه، بزيادة سنوية بلغت 106%. وقال وزير البترول طارق الملا خلال الجمعية العامة للشركة إن الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية والتحديث المستمر للأصول والمعدات هو العامل الرئيسي في نجاح القطاع، وأكد أهمية الخطوات النوعية التي نفذتها الشركة لتطوير قدراتها التصنيعية للمعدات لتنفيذ المشروعات بجودة ومقاييس عالية. أكد وزير النقل كامل الوزير أن عدد ركاب المستخدمين للقطار الكهربائي الخفيف يزداد يوما بعد يوم، خاصة بعد تشغيل خطوط أتوبيسات من المدن العمرانية الجديدة إلى محطات القطار الكهربائي وبالعكس. كذلك خلال تفقد الوزير مشروع القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الوزير إلى أن القطار الكهربائي الخفيف يعتبر جزءاً من منظومة وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف تقليل استخدام السيارات الخاصة والاعتماد على وسائل النقل الجماعي لتخفيف الزحام وتحقيق وفر في المحروقات وتقليل التلوث البيئي. تفتتح وزارة الثقافة فعاليات معرض فيصل الرمضاني للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية للكتاب. يحتوي المعرض على عدد من الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك. ينضم إلينا من هناك مراسل النيل الزميل منذر أبو دوح. منذر، دعنا في صورة هذا المعرض الذي يقام بمناسبة شهر رمضان. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل هذا المعرض تقوم وزارة الثقافة على مدار السنوات الماضية بإقامته في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، والتأتي من إطار فعاليات وزارة الثقافة احتفالا بالشهر الكريم والذي يحوي مختلف العروض الثقافية. يشارك في هذا المعرض هذا العام 33 ناشرا للعديد من دور الكتب والتي أصدرت العديد من مختلف الطبعات سواء على المستوى المحلي أو كذلك على العربي أو على المستوى الدولي، وكذلك هناك خصومات داخل هذا المعرض
قام بافتتاحته وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة، والذي يأتي كذلك هذا المعرض خلال احتفال محافظة الجيزة بالعيد القومي. بطبيعة الحال المعرض هناك عديد من الفعاليات بداخله، إذا كان من خلال دور النشر التي تقوم بعرض مختلف إصداراتها وإقامة عدد من الخصومات تصل من 20 إلى 30% على مختلف الإصدارات. كذلك هناك عروض فنية وخاصة عرض العرائس بجانب الآن الأستاذ خالد خريبي مدير فرقة كوكي للعرائس التي تشارك في هذه الفعاليات. برحب بك يا فندم، عشان حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. بطبيعة الحال هذا المعرض أو هذه الفعاليات تشهد إقبال على مختلف المستويات، سواء على مستوى الشباب وكذلك على مستوى الأطفال في تفاعل خاصة مع العرائس، كيف ترون هذا التفاعل؟ الأطفال الحمد لله عندهم شغف للفن بجميع أنواعه، وكانت العروسة هي الوسيلة القريبة من الطفل، لأن هي دي الأداة اللي دايما يتفاعل معاها حتى في لعبه، بيطلع طاقته وبيطلع مشاعره مع العروسة أو اللعبة اللي بيلعب بيها في البيت معاه. فالحمد لله ربنا يعني أكرمنا من إحنا المركز القومي لثقافة الطفل إن اعتمد كروكي لفنون العرائس، وكان نحن بنمثل المركز القومي لثقافة الطفل في أكثر من محفل ونشاط ثقافي على مستوى الجمهورية. والنهارده احنا في معرض كتافي فيصل باسم المركز القومي لثقافه الطفل، وقدمنا عرض يعني الحمد لله اسعد الاطفال ولله الحمد يعني. موفقين دائما. شكرا لزوجك فندم. شكرا فندم. كما تابعنا اعزائي المشاهدين عروض مختلفه سواء على مستوى العرائس المتحركه والتي تشهد تجاوبا كبيرا من الاطفال الذين جاءوا لمتابعه فعاليات هذا المعرض، كذلك هناك عرض لصناعة السجاد وكذلك عدد من الحرف اليدوية بخلفي الآن، وهناك مسرح يقدم العديد من العروض الثقافية والمسرحية على خشبة هذا المسرح، بجانب استمرار كما ترون خلفي مختلف دور النشر ما يقارب من 33 دور نشر تقدم إصداراتها بكذلك خصومات للزائرين احتفالا بهذا الشهر الكريم واحتفالا بهذه الفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة خلال الشهر الكريم. شكرا لك منذر أبو دوح على هذه المتابعة من معرض فيصل الذي يقام بمناسبة شهر رمضان المبارك. نظم ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين ندوة خاصة عن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، وكيف استطاع جنود قواتنا المسلحة أن يحققوا النصر وهم يخوضون غمار الحرب صائمون. وتظل ذكرى انتصارات العاشر من رمضان السادس من اكتوبر تلك الذكرى العطرة التي تحقق فيها اعظم انتصار في التاريخ، مبعثا للفخر والاعتزاز ورمزا من رموز البطولات والتضحية لقواتنا المسلحة، والتي كانت عنوانا لملتقى الفكر الاسلامي والذي ينظمه المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بمسجد الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه. كان هناك خمس موانع مش مانع واحد. المانع الاول هو قناة السويس، والمانع الثاني الساتر الترابي 17 متر، والمانع الثالث خط برليف وده خطين، والنقط الحصينة خمس موانع وعبرناهم بفضل الله. هنئ الشعب المصري والجيش المصري العظيم بانتصاره بأكتوبر العظيم فاهمني، وبغزوة بدر، وبنهني الشعب المصري كله وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشرطة المصرية. دروس وعبر مستفادة حرص المحاضرون على إبراز الدور الروحي والإيماني لأبطال قواتنا المسلحة في تلك الحرب المجيدة. الدرس الذي نقدمه للأمة كلها ويجب أن تستلهمه الأجيال كل عام من معركة النصر، معركة أكتوبر، أن الإيمان هو السبب الأول في النصر، وأن هذا الجند وهذا الجيش الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير أجناد الأرض لأنهم جند الإيمان، وفي معركة أكتوبر كان الإيمان هو عنوان المعركة. من أعظم الدروس اللي نقدر ناخدها من انتصارات حرب السادس من أكتوبر هو الوحدة الوطنية، قد إيه المسلم كان جنب المسيحي في أرض المعركة، يعني هم إخوات وكتف إلى كتف وإيد بإيد وحرب بحرب، وهم أمة الاثنين على قلب رجل واحد بيدافعوا عن تراب هذا الوطن. تأتي فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي في إطار الدور التوعوي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال ندواتها بجميع مساجد الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم. لو تأذن نظرك
ونمل النظر يا ساكن في المدينة يا أجمل من القمر. وتظل ذكرى انتصار العاشر من رمضان ذكرى عطرة على مر الزمان تتذكرها جميع الأجيال، وأن مفتاح النصر لجنود مصر وهم صائمون كانت الله أكبر من داخل مسجد الحسين رضي الله عنه وأرضاه. عبد الحميد صقر، النيل. يعتبر البردي أحد أبرز المستنسخات الأثرية التي يحرص السائحون من الأجانب والعرب على اقتنائها لدى زيارتهم لمصر، وتمر عملية تصنيع البردي بعدة مراحل حتى تظهر في صورتها النهائية برسوماتها الأثرية المميزة. الكل هنا يتسابق للفت انتباه السائح الأجنبي أو الزائر المصري والعربي لمقتنيات تعكس جمال وعظمة وروعة الحضارة المصرية القديمة بآثارها المختلفة. معروضات من أوراق البردي تحمل رسومات زينت جدران المعابد المصرية، ناهيك عن استخدام البردي نفسه كمادة لتدوين أسرار الحضارة المصرية من طب وهندسة وفلك. أي سائح بيجي هنا احنا بنعلمه ان ازاي المصري القديم كان حد عنده حضارة جامدة وحد ذكي جدا واستغل النبات اللي هو كان بيقدسه أولا أصلا على شكل زهرة أو زهرة البردي اللي هي على شكل إشعة الشمس ورمز الإله أمون رع. فبيجي هنا بنعلمه إزاي بقى نعمل الورقة من النبات. تمام، طبعا في اختلاف كتير في الشارع، في ناس كتير بتبيع الورق البردي ده، فطبعا السائح بيحصل له زي تشتيت في الدماغ كده، فاحنا بنقول له هنا الورق بتاعنا هنا ورق أصلي. مصر القديم حط النبات البردي ده ليه قصة من كتاب الموتى، الحياة الأخرى، قصص كثيرة، قصص جامدة، من محكمة، من كتاب الموتى، إزاي لما بيموت بيحب وطنه ويحب بلده. قطع أثرية مستنسخة بأيد مصرية تعتبر صورة طبق الأصل تضاهي الأثر الحقيقي، ولا يمكن للمشتري التفرقة بينه وبين الأثر الحقيقي. طبعا كل الورق اللي هنا بيكون هاند ميد، وبس طبعا هو بقى بيشوف الورقه ازاي بتتصنع، بيبتدي نحكي له قصه كل صوره، عشان دي بتكون عباره عن حاجات بتكون مثلا من مقتطفات من المعابد مثلا، او مثلا في يعني حاجات مجمعه وكده. فطبعا كل جست بيكون بيقتنع جدا بالموضوع، والموضوع بيبقى انبهار بالنسبه له. وتمر عمليه انتاج وتصنيع البردي بعده مراحل الى ان تنتهي بعمليه الرسم عليه بفنون مختلفه، سواء كانت فرعونيه او يونانيه او رومانيه او اسلاميه وقبطيه وغيرهما. ده نبات البردي اكتشفوه الفراعنه اضفاف في النيل من 5000 سنه، واطلقوا عليه نبات مقدس. كانوا بيقطعوه بيحطوه في الماء لمده 6 ايام، كانوا بعد 6 ايام لونه بيتغير لونه الابيض. لو حابين نعمل لون البراون الانتيك ده كانوا بيسيبوه في الماء 12 يوم، بعد كده كانوا بيحطوه مره بالعرض ومره بالطول تحت الحجرين مكبس يعني، بعد 6 ايام بتطلع شكل ورقه اللي هي اول ورقه في التاريخ من 5000 سنه صنعت في مصر. ورغم ان المصريين القدماء استخدموا البردي بغرض الكتابه، لكن تظل الرسومات الفرعونيه على ورق البردي واحده من الذكريات المفضله للسياح والزائرين الاجانب الى مصر. الأشياء التي جذبتني هنا هي شجرة الحياة وخريطة لمصر من الشمال إلى الجنوب. أود أن أحصل على بردية تذكرني بهذه الزيارة الهامة إلى مصر وحضارتها القديمة. أنا سعيد جدا بهذا المستنسخ الأثري، اشتريت صورة لنفرتيتي وأخرى خريطة لمصر. أنا ذهلت كثيرا كيف فكر المصريون في صناعة البرد من هذا النبات، لقد كانوا أذكياء لدرجة كبيرة. أعجبني جدا طريقة شرح عمل البرد في مصر وألوانه المبتكرة. أكثر ما جذبني هو صورة لقناع توت عنخ آمون بألوانه المبدعة. حضارة 7000 عام تتجسد هنا على أوراق البردي، أوراق تحكي تاريخ حضارة الأجداد وقدرة الجيل الحالي على الحفاظ على هذا الموروث الثقافي والتاريخي من الاندثار. أشرف مبارك، النيل. اختارت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق شخصية الدورة الحالية للجائزة. أرجع كبار المسؤولين في دبي عن الشؤون الثقافية والإسلامية اختيار أحمد عمر هاشم إلى تقدير جهوده في خدمة الإسلام والسنة النبوية، حيث دأب المشرفون على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على اختيار شخصية إسلامية في كل دورة لها إسهامات كبيرة في خدمة الإسلام خاصة القرآن الكريم.
أصيب 5 جنود سوريين فجر اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية قرب حمص بوسط سوريا في عدوان هو الثالث من نوعه خلال أسبوع. وأفادت مصادر إعلامية إيرانية أن مستشارا عسكريا للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروحه بعد الهجوم الإسرائيلي. بعد استهداف دمشق بشكل مستمر في الأيام الماضية، قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل استهدفت مواقع في محافظة حمص السورية خلال غارة جوية شنتها فجر الأحد، فيما قالت مصادر مخابراتية غربية إن الضربات استهدفت مجموعة من القواعد الجوية في المنطقة الواقعة بوسط البلاد حيث يتمركز جنود إيرانيون. من جانبها أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية بأن مستشارا عسكريا للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية. في غضون ذلك قال مصدر عسكري سوري لوسائل إعلام رسمية إن الضربات خلفت بعض الأضرار المادية مع إصابة 5 عسكريين. وتقول إيران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق، وكان قد قتل العشرات من أعضاء الحرس الثوري بينهم ضباط كبار في سوريا خلال الحرب. جدير بالذكر إن إسرائيل كانت قد كثفت الضربات العام الماضي على مطارات وقواعد جوية سورية لتعطيل ما تقول إنه استخدام من جانب إيران لخطوط إمداد جوية لإيصال أسلحة إلى فصائل مسلحة. صدقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على إنشاء قوة الحرس الوطني تحت إشراف مباشر لوزير الأمن الداخلي إتمار بن غفير وسط مخاوف من استعمالها ضد الأقليات وضد معارضي الحكومة الحالية من تيار اليسار. من المتوقع أن يؤدي إعلان الحكومة موافقتها على تشكيل القوة إلى زيادة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها، رغم تجنيد نتنياهو للتشريعات القضائية بشكل مؤقت وصولا إلى حل وسط مع المعارضة خلال عطلة الكنيست. استنكرت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي ردود فعل الاتحاد على تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد أعلن أن الاتحاد سيتصدى لأي انتهاك من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن، كما أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أسفه من تولي روسيا رئاسة المجلس. في إطار ترأس روسيا لمجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الجاري، أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن روسيا ستكون وسيطا نزيها خلال رئاستها لمجلس الأمن، مشيرا إلى أن محاولات استفزازها محكوم عليها بالفشل. وقال بوليانسكي أن روسيا ستكون خلافا لشركائها الغربيين السابقين لاعبا شريفا على الساحة الدولية لا يدفع بازدواجية المعايير. يذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية شنت مؤخرا حملة ضد ترأس روسيا لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وكانت روسيا قد تولت اعتبارا من إبريل الجاري الرئاسة الدورية في مجلس الأمن الدولي لمدة شهر، وهو ما تسبب في غضب أوكرانيا التي وصف رئيسها فلاديمير زيلينسكي الأمر بأنه سخيف وتدميري. للأسف لدينا بعض الأنباء السخيفة والسيئة أن قصفا روسيا أودى بحياة رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر الجمعة، وفي الوقت نفسه تترأس روسيا مجلس الأمن بالأمم المتحدة. من الصعب تصور شيء يبرهن أكثر من ذلك الإفلاس التام لمثل هذه المؤسسات. كانت آخر مرة تولت فيها موسكو الرئاسة الدورية للمجلس المسؤول عن حفظ السلام ومواجهة أعمال العدوان دوليا في فبراير عام 2022 حينما بدأت قواتها التوغل في أوكرانيا. ويجرى تناوب الرئاسة أبجديا كل شهر بين الأعضاء البالغ عددهم 15، ورغم أنها خطوة روتينية إلى حد كبير تعهد الكرملين ومسؤولون آخرون في روسيا بأنها ستمارس كل حقوقها في أثناء تولي المنصب.
وحثت الولايات المتحدة روسيا على التصرف بشكل احترافي عندما تتولى هذا الدور، قائلة إنه لا توجد وسيلة لمنع موسكو من تولي المنصب. من جانبه أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد سيتصدى لأي انتهاك من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي. أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء احتجاز روسيا غير المقبول لصحفي أمريكي بتهمة التجسس. وطلب بلينكن خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بالإفراج الفوري عن الصحفي الأمريكي. وفي المقابل ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بما اعتبره ضجة إعلامية غربية بشأن احتجاز الصحفي الأمريكي، وأكد لافروف أن مصير الصحفي سيحدده القضاء الروسي. ناقش وزير الخارجية الياباني يوشي ماسا هاياشي ملفات إقليمية وأمنية خلال اجتماع مع نظيره الصيني تشي جين بينغ في زيارة يجريها لبكين، هي الأولى لوزير خارجية ياباني إلى الصين منذ أكثر من 3 سنوات. وتأتي الزيارة في وقت يسعى البلدان لإيجاد أرضية مشتركة وسط تصاعد للتوترات الإقليمية. عبر هاياشي عن قلق اليابان العميق إزاء تزايد النشاط العسكري الصيني بما في ذلك التقارب مع روسيا ووجودها في بحر الصين الشرقي. قبل نحو أسبوع واحد فقط من انضمام فنلندا رسميا إلى حلف الشمال الأطلسي، ينتخب الفنلنديون برلمانا جديدا أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تراجع الائتلاف الحكومي بزعامة سانا مارين رئيسة الوزراء إلى المرتبة الثالثة بفارق طفيف جدا عن الائتلاف الوطني الذي يمثل يمين الوسط وحزب الفنلنديين القومي المتشدد. قبل نحو أسبوع واحد فقط من انضمام فنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي، ينتخب الفنلنديون برلمانا جديدا لبلادهم الواقعة شمالي أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 5,500,000 نسمة. ويخوض الائتلاف الحكومي بزعامة سانا مارين رئيسة الوزراء منافسة شرسة في مواجهة الائتلاف الوطني الذي يمثل يمين الوسط وحزب الفنلنديين القومي المتشدد، لكن مارين تواجه أيضا انتقادات متزايدة لدى الناخبين. يحدوني الأمل في تغيير رئيسة الوزراء فسيكون هناك البديل، فالحكومة الحالية تعاملت مع أمور معينة بمجرد الأسلوب الحسن. على سبيل المثال وضع كورونا في تقديري تستحق الحكومة درجة 7.5/10. إن رئيسة الوزراء سانا مارين تشبه نجم الروك، لكنها كانت عصبية بشدة خلال المناظرات التي أجريت. ارتفاع أسعار الطاقة في فنلندا وانخفاض القوة الشرائية أهم انتقادات تلقاها الائتلاف الحكومي في البلاد، الأمر الذي استغلته المعارضة التي نددت بارتفاع نسبة الدين العام بأكثر من 70% خلال 4 سنوات. أود أن أرى تعاملا أكثر صرامة في السياسات الاقتصادية وأيضا رؤى واضحة في التعامل مع التغير المناخي. وأثار تقدم المعارضة القومية في الانتخابات مخاوف المراقبين، خاصة مع ظهور مطالبة بعضهم بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وما زاد من هذه المخاوف التقدم الذي أحرزه القوميون في دولة السويد المجاورة وانتصار اليمين المتطرف في إيطاليا العام الماضي، لكن جميع الأطياف السياسية في فنلندا تتفق على أهمية انضمام البلاد إلى حلف الناتو. يدلي البلغاريون بأصوات في 5 انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عامين وسط تنامي الاستياء من النخب السياسية التي لا يرى كثيرون عزما لديها على مواجهة الفساد. انتخابات عامة هي الخامسة خلال عامين في بلغاريا يأمل الناخبون من خلالها في إنهاء عدم الاستقرار السياسي والمساعدة في التغلب على المشاكل الاقتصادية التي أججتها الحرب المستعرة في أوكرانيا. يتنافس في هذه الانتخابات ائتلاف يضم حزب GIRP المنتمي لتيار يمين الوسطى بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو باريسوفا وشريكه الأصغر اتحاد القوى الديمقراطية، بالإضافة إلى التحالف المشكل في الآونة الأخيرة الذي يضم حزب نواصل التغيير
وحزب بلغاريا الديمقراطية الإصلاحية. الناس لا يعرفون ما يريدون، إنهم مرغمون على وعود كاذبة ويتم قيادتهم من خلال هذه الوعود، وفي النهاية لا ينجح الأمر، خاصة مع عدم وجود أهداف أو طموح كبير. يتوقع خبراء انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات بسبب عدم اهتمام الناخبين وخيبة أملهم من السياسيين الذين لم يتمكنوا مرارا وتكرارا من تشكيل ائتلاف حكومي قابل للحياة، وعدم قدرتهم على مواجهة الفساد. أعتقد أنه بعد محادثات طويلة وكثيرة من المساومة، من المحتمل أن يفكروا في شيء جيد بما فيه الكفاية. استطلاعات الرأي تظهر أن التصويت سيترك بلغاريا على الأرجح دون أغلبية برلمانية فاعلة مرة أخرى، وهو ما يلقي بظلال حول طموحاتها للانضمام إلى منطقة اليورو على المدى القريب، واستخدام مساعدات الاتحاد الأوروبي للتعافي من إثر جائحة كوفيد-19 بصورة فعالة. يذكر أن بلغاريا التي يبلغ عدد سكانها 6.5 ملايين نسمة اضطرت أن تتخلى عن الانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2024، كما تأخرت في إكمال الخطوات اللازمة للحصول على جميع الأموال الأوروبية لخطة التعافي بعد كوفيد-19، وتأجل انضمامها إلى منطقة شنغن لحرية الحركة مرة أخرى، إذ أشارت هولندا والنمسا إلى ما وصفته بالفساد على الحدود البلغارية التركية التي يستمر تدفق المهاجرين منها. ترأس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس إذانا ببدء احتفالات عيد الفصح. يأتي ذلك غداة خروجه من مستشفى جيملي بعد علاجه من التهاب بالشعب الهوائية. كان بابا الفاتيكان قد احتفل بمرور 10 سنوات على ترأس الكنيسة الكاثوليكية الجامعة. قتل 22 شخصا على الأقل في أعاصير وعواصف قوية ضربت وسط شرق الولايات المتحدة وجنوبها ودمرت عددا كبيرا من المباني بحسب حصيلة جديدة للضحايا أعلنتها السلطات. عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة اجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة في طريقها صوب الشرق، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين. وقال المسؤولون إن 5 على الأقل لقوا حتفهم في أركنسو، وتمشط فرق الطوارئ الأنقاض بحثا عن المزيد من الضحايا بعدما ضربت الأعاصير الولاية خلال الأيام القليلة الماضية. في غضون ذلك أكدت إدارة الصحة بولاية تينيسي 7 وفيات بسبب الطقس في مقاطعة ماكانري على حدود ميسيسيبي، وقال مدير هيئة الطوارئ بولاية تينيسي إن عدد المصابين والمباني المتضررة في عدة مقاطعات لم يتحدد بعد. جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية كانت قد أصدرت تحذيرا من عواصف رعدية في وقت سابق في أجزاء من شرق الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتساقط الأشجار بسبب رياح تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعة. واجتاحت موجة من الطقس الربيعي القاسي أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة، وهددت منطقة وسط البلاد من تكساس إلى البحيرات العظمى بعواصف رعدية وأعاصير. وذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة. ويأتي الطقس المضطرب بعد أسبوع من سلسلة عواصف رعدية تسببت في إعصار قاتل اجتاح بلدة رونالد فورك بولاية ميسيسيبي ودمر الكثير من منازل البلدة البالغ عددها 400 وأسفر عن مقتل 26 شخصا. ومحليا مرة أخرى، تقوم الإدارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بحملات تفتيشية ورقابية واسعة على شوادر بيع اللحوم الحية والمجمدة وكذلك الدواجن. وقامت مديرية الطب البيطري بالشرقية بإغلاق العديد من المنشآت المخالفة لقواعد السلامة والصحة العامة. نتابع. الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة تكثف من حملتها الرقابية والتفتيشية على شوادر بيع اللحوم والدواجن في مختلف المحافظات
ضمانا لسلامة وصحة المواطنين وحمايتهم من المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية. تم عمل لجنة مركزية بمديرية بديوان عام المديرية والمديريات الخدمية الإدارات الخارجية، تم التنبيه على الأطباء البيطريين بإدارة المجازر بديوان عام المديرية وأطباء التفتيش على اللحوم بأقسام الصحة بالإدارة الخارجية بتكثيف المرور على الشوادر اللي بيتم تداول في هذه اللحوم، بيتم المرور مرة صباحا ومرة مساء على هذه الشوادر ويتم اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين او ضد الغير ملتزمين بالتعليمات الصحيه والطبيه للاطباء البيطريين. مديريه الطب البيطري بالشرقيه تشدد على الذبح داخل المجازر وتضع معايير لقياس مدى جوده هذه اللحوم ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمي. محافظه الشرقيه فيها اكثر من 25 شهاده بيع لحوم، مما ادى الى ضروره تشديد الرقابه على تلك المنافس للتاكيد على صلاحيه المعروض منها. اول حاجه بالنسبه لحركه اللحوم البلديه، طبعا لازم اللحوم دي تكون مذبوحه داخل المجازر الحكوميه، اي تم الكشف عليها قبل وبعد الذبح والتاكد من سلامتها، بالاضافه ان احنا بيتم المرور ايضا على اماكن الشوادر للتاكيد على تطبيق المعايير الصحيه في حفظ تلك اللحوم وعدم وتخزينها بطريقه صحيه وسليمه وامنه، وايضا يتم مراقبه اللحوم المجمده والدواجن سواء كان فريش او مجمد للتاكيد ايضا على صلاحيتها وسلامتها وصلاحيه الاستهلاك الادمي. الدوله حريصه على سلامه وصحه الغذاء الذي يصل للمواطنين عبر اجهزتها الرقابيه المختلفه. بنبتدي ان احنا ننزل نفحص اللحوم البلديه اللي موجوده، عندنا شوادر تانية فيها لحوم سوداني، عندنا اجزاء بنشوف فيها الدواجن ومنتجاتها، ده غير اللحوم المستورده، بنتاكد من الفحص الظاهري بتاعها ان اللحوم دي صالحه للاستهلاك الادمي وقت الكشف عليها، وانها ان احنا نقدم اجود حاجه ممكن ان احنا نقدمها للمستهلك، وطبعا بالاسعار الكويسه اللي احنا بنبدينا بيها. يعني اطمننا على اللحمه اللي بتتباع للجمهور من حيث انها مذبوحه داخل المجازر الحكوميه، وفتشنا على اللحمه نفسها لانها يعني الحمد لله كويسه، وفتشنا على اللحوم المجمده واللحمه المفرومه والبط والحاجات دي كلها لانها كلها في تاريخ الصلاحيه وكلها تمام الحمد لله. الحفاظ على صحه وسلامه المواطنين عبر الحصول على غذاء امن وصحي وسليم يبقى التزاما اصيلا من جانب الدوله تجاه مواطنيها عبر هذه الحملات المكثفه والرقابيه والتفتيشيه من جانب مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهوريه فيما يتعلق بمنتجات اللحوم بمختلف انواعها واصنافها. من محافظه الشرقيه محمد عبد الصبور، النيل. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مخصصات السلع التموينية على بطاقة الدعم على مستوى الجمهورية مع توافر 32 سلعة متنوعة للمواطنين. نتابع. 40,000 منفذ يصرفون كل احتياجاتهم من المخازن لصرفها للمواطن على بطاقة الدعم، فما يزيد عن 30 سلعة تخرج من هنا. السلع التموينية كلها متوفرة ومتوفر سلع حرة، وكل تاجر بياخد اللي هو عايزه على حسب احتياجات منطقته. التاجر التمويني بياخد هنا كل اللي هو عاوزه في حدود اللائحة، اللائحة الأهلية بياخد 40% سكر 35% زيت. فالسلع تتنوع ما بين الزيت والسكر والأرز والمكرونة كأساس، يضاف إليها مصحيح الغسيل وغيرها من السلع الأخرى التي تلبي كل احتياجات المواطن. هي السلع التموينية موجودة بصفة منتظمة بجودة عالية، الرصيد يكفي مدة لا تقل عن 3 شهور، الحمد لله الصرف منتظم. إذن فإن الاختيار هو الأساس حسب المنطقة التي يصرف فيها التاجر، والأسعار لم تتغير بعد تحمل الدولة لفروق الأسعار. وبالنسبه للكميات اللي بيتم ضخها يوميا بالنسبه لمحافظات الوكيل القبلي، يعني لو اتكلمنا عن السكر بتتجاوز حوالي 3000 طن يومي، الزيت حوالي 2000 طن في اليوم، المكرونه والرز نفس الحكايه 1000 طن. كل ذلك تدفعه الدولة سنويا بزيادة تقدر بالمليار جنيه شهريا، فالأرقام تقول إن دعم السلع قد تخطى 40 مليار جنيه، رقم استطاعت به الدولة توفير كل احتياجات المواطن من السلع على المنظومة التموينية. فكل ما يحتاجه المواطن هنا وبغيره من المنافذ الأخرى التي تشبعت بالسلع بعد ضخ الدولة للكثير منها. لا السلع كويسة معقولة، يعني كل حاجة موجودة، مكرونة وزيت. لا باجي هنا باخد كل اللي أنا عايزاه، بلاقي كل اللي أنا عايزاه، زيت وسكر
كل حاجة، كل اللي احنا عايزينه، بروح مبسوطة من هنا. والمدفوع فيها لا يزيد عن الخمس جنيهات في كل تلك السلع. نبدأ الصرف من 9 الصبح، المواطن بيجي يلاقي بضاعته كلها متواجدة، الدعم 50 جنيه، البطاقة الأربع أفراد ليها 200 جنيه، بالإضافة إن في 100 جنيه منحة مع الرئيس على التموين، دي مستمرة معانا، بالإضافة لفرق العيش. السكر ب 10 جنيه ونص، الرز ب 10 جنيه ونص، الزيت ب 25 جنيه. النهارده احنا واحد في الشهر وصرفنا ما يقرب من 25% لغايه دلوقتي، والحمد لله السلع متوفره. على أي حال فإن الدولة تدعم والمواطن ما عليه إلا الاختيار بين كل تلك المنافذ. رمضان الشحات، النيل. فصل قصير وأتيكم زميلي فوزي جدالة بموجز لأهم الأنباء، ومن بعد نلتقي مع أولى وقفاتنا الحوارية في حلقة اليوم من القاهرة عن مبادرة كتف بكتف وأهمية هذه المبادرة في دعم الطبقات الأكثر احتياجا بعد الفصل.